المهرجان الكبير، المهرجان الغالي، مهرجان سيد الفريق أول سمو صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل الهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظك الله ورعاك أبو خالد من كل سوء ومكروه، على هذا الدعم الكبير في هذا المهرجان الغالي. مشاهدين الأعزاء، نتواصل في هذا الصباح الباكر مع سن الكبار والتحديات الكبار. شكرا لكل الزملاء الذين سبقوني بالوصف والتعليق في هذا الصباح، على بركة الله وحفظه نتحرك مع شوطنا الرابع عشر الذي يحمل فئة الزمول المهجنات الأصايل إشعارات أبناء القبائل، وجائزة هذا الشوط سيارة غالية، سيارة غالية رصدت للفائز بالمركز الأول، ومن المركز الثاني إلى المركز العاشر جوائز نقدية رصدت للفائزين. على البركة نتحرك مع كل المتابعين، مع كل المنطلقين إلى البداية إلى المركز الأول، ونتابع حوران من يتقدم على المركز الأول. جبر بن محمد بن يمعة بن جبر المهيري يسيطر على المركز الأول وينطلق إلى البداية، بينما المركز الثاني سيد يتواجد على المستوى الثاني، صالح بن ناع بن حنظل الطلاب الفهيدي من يتواجد بالمركز الثاني. أما المركز الثالث فأر الواصل في هذه اللحظات وصل مزاحم انطلق في ثالث المراكز حمد بن سعيد بن عبد النعيمي، والمركز الرابع مشاهدين الأعزاء يصل العابر أحد العابرين أحد المنطلقين في هذا الشوط الراية لعبيد بن سالم بوظفيره العامري راع الشوط السابق، بينما المركز الرابع ناخر قليل بن مية نتابع المراكز القادمة، المركز الخامس والمجموعة القادمة بكل تحدي بكل قوة بكل إثارة نتابع المركز الخامس. أرى الاسم اللي قادم مشاهدينا الأعزاء اللي يحمل رقم 40 الناوي على السيارة يتقدم بشعار السيد محمد بن عبد الله بن معبد النيادي، بينما المركز السادس يتقدم هنا الواصل مشعل سهيل بن حمد بن يطبع العامري، بينما المركز الثامن مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام يصل مياز لمحمد بن عبد الله بن أحمد بن زعل الفلاسي، والمركز التاسع الواصل المنطلق الباسل جابر بن حمد بن متعب المنقذ المري من يتقدم على المركز التاسع. أما المركز العاشر أختم هذا النداء وأختم جولتنا الأولى الغزال مبارك بن بطي بن هواش الخيلي. هذه النتيجة أيها الحفل الكريم مشاهدين الأعزاء في هذا المهرجان الغالي بخامس أيام هذا المهرجان في يوم الختام. مشكور يا سيدي أبو خالد على دعمك الكبير لرياضة الآباء والأجداد. أعود إلى الصدارة مقدمة الشوط مشاهدين الأعزاء اللي مسيطر على البداية وماخذ المركز الأول مسيطر سيد ينطلق مع السيد الأول مع المركز الأول أو سيد هنا سيد الموقف من يسير على المركز الأول صالح بن حنظل الطلاب الفهيدي من يسير بالمركز الأول. أما المركز الثاني أرى القادم الواصل هنا حوران جبر بن محمد بن يمعة بن جبر المهيري. أما المركز الثالث ينطلق بوظفيرة ينطلق العامري على المركز الرابع ليقدم العابر عبيد بن سالم بوظفيرة العامري، بينما المركز الرابع مشاهدين الأعزاء والواصل في هذه اللحظات المنطلق والمندفع في هذا الشوط مزاحم حمد بن سيف بن عبد النعيمي قادم على المركز الرابع، بينما المركز الخامس نتابع المجموعة الثانية القادمة في هذا الشوط والمنطلقة في هذا التحدي مشاهدين الأعزاء. المركز السادس وصل هنا الناوي محمد بن عبد الله بن معبد النيادي، بينما المركز السابع مشاهدين الأعزاء يصل مشعل في هذه اللحظات على المركز السابع سهيل بن حمد بن يطبع العامري، بينما المركز التاسع
المركز الثامن مشاهدين الاعزاء الواصل في هذه اللحظات والمنطلق غيث لمحمد بن حمد بن سليمان الجبرين من يتقدم. اما المركز التاسع ارى الواصل هنا القادم هزام يتقدم لعبد الله بن جعفر بن مرخان الاكتبي اول نداء لهذا الشعار. بينما المركز العاشر أتابع المركز العاشر مشاهدين الأعزاء واللي وصل في هذه اللحظات الانطلق شديد راشد بن سيف بن شاسب المسافري. هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء للعشرة الأسماء الأولى المتقدمة واللي بالنداء يتقدم مع المتقدمين في بداية هذا الشوط. نعود إلى المركز الأول إلى سيد لازال هو السيد بالمركز الأول. هو الآمر الناهي يقود هذه الأسماء ويقود هذه الشعارات في مسيرة 8 كيلومترات. صالح بن حنظل ألف هيدي من ينطلق بالمركز الأول. بينما المركز الثاني هنا وصل غيث يتقدم غيث بالشعار السيد محمد بن حمد بن سليمان الجبرين من يتقدم على مستوى المركز الثاني. أما الثالث اللي قادم العابر بدأ يعبر المراكز الأولى يعبر المنافذ ويعبر الحدود على المركز الثالث في هذه اللحظات في هذا التحدي. العبيد بن سالم بوصفيرة العامر يبحث عن النقطة الثانية يبحث عن شوط إضافية يبحث عن سيارة أخرى في صباح هذا اليوم. أما المركز الرابع اللي وصل في هذه اللحظات وتحرك مشاهدين الأعزاء الحذر راشد بن غالب بن راشد المنصوري. بينما المركز الخامس مشاهدين الأعزاء أتابع أيضا الأسماء القادمة لعلي بن عامر العامري قادم شعاره على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء الأسماء قادمة الشعارات قادمة الأسماء وصلت. نتابع المركز السادس مشاهدين الأعزاء يا سلام مجموعة قادمة بكل قوة في شوط الزمول بنوك المستقبل ضحول المستقبل. المركز السادس الناوي محمد بن عبد الله بن معضد النيادي. ومن الجانب الآخر القادم الغزال مبارك بن بطي بن هواش الخيلي. هذه النتيجة. وأيضا القادم مياز محمد بن عبد الله بن أحمد بن زعل الفلاسي. نكتفي بهذا القدر من الأسماء الأولى المتقدمة وبدأ العد التنازلي من عمري هذا الشوط. أعود مع سيد لازال بالمركز الأول في مكان العلو والشموع يقود الأسماء يقود الشعارات. صالح بن حنظل ألف هيدي يبغي السيارة بالمركز الأول. بينما المركز الثاني مشاهدين الأعزاء الواصل العابر عبيد بن سالم بوثيره العامري. بينما المركز الثالث الواصل هنا المنطلق حوران جبر بن محمد بن يمعة بن جبر المهيري. ولكن لازال سيد ينفرد عن بقية الأسماء 1800 متر يا ملاك الزمول. أعود مع سيد لازال بالمركز الأول. صالح بن حنظل ألف هيدي روح غادر بالبداية من وين لسان الجعدان قايد يتقدم على البداية على المركز الأول. بينما المركز الثاني بوظفيرة قادم يبحث عن السيارة الثانية. هذا الشعار الخطير قادم في هذه اللحظات. الواصل مشاهدين الأعزاء المنطلق الغزال عبيد بن سالم بوظفيرة العامري. بينما المركز الثالث وصل هنا انطلق هنا حوران جبر بن محمد بن يمعة بن جبر المهيري. ثلاثية على الصدارة مثلث الخطر والكيلو الأخير الكيلو
كثير. افتح يا كيلو ابوابك، افتح يا كيلو ابوابك في شوط الزمول، في شوط الزمول. المهجنات الرقص مع الكبار، الرقص مع الكبار. الثمانية كيلو مترات، ولكن سيد سيد غادر 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 مع الجماهير، غادر مع المتابعين، غادر بالكادر الاول. روح يا الفهيدي، اشكرك على هذا الاداء، على هذا الاداء الممتاز اللي قدمه سيد، اللي قدمه سيد. من البدايه قام راس، من البدايه قام راس، يبن هالشوط راس. 600 متر 600 متر النهائيه بظفيره قادم. المحاولات الاخيره مع شعار بن جبر ومع شعار بظفيره. الناموس لمن؟ الناموس يا الفهيدي. لا تاخر لا تاخر يا الفهيدي. الجماعه واصلين، الجماعه قادمين، الجماعه واصلين، الجماعه قادمين. اللحظات الاخيره، منطقه الاعلام، منطقه الاعلام. الناموس لمن؟ الموتر لمن؟ السيار لمن؟ في هذا المهرجان الغالي، مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان الهيان. اذا الناموس يقترب من الفهيدي، ولكن دير بالك دير بالك. حرار قادم، حرار قادم بن جبر المهيري، المهيري. ولكن الفهيدي، الفهيدي سلام سلام يا مالك سيد سلام. هذا هو سيد، والله سيد السيارات، سيد المهرجانات. سلام يا الفهيدي سلام. تهانينا مشاهدينا الاعزاء لصالح بن حنظل. الفهيدي على فوز سيد بالمركز الاول. الناموس واسعد الله صباحك بكل خير وبكل محبه وسلام. المركز الثاني اللي وصل مشاهدينا الاعزاء الغزال لمحمد بن سهيل اليمهوني ظاهري، وثالث المراكز المركز الثالث من هواش، والمركز الرابع المركز الرابع مشاهدينا الاعزاء وصل على المركز الرابع مشعل سهيل بن حمد بن الاسبوع العامري. المركز الخامس، المركز الخامس الحذر صالح بن حمد بن مبارك بن بعثان النابت. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام، تابعنا هذا الشوط، تابعنا التحدي والإثارة بالثمانية كيلومترات بمهرجان أبو خالد حفظه الله ورعاه. هناك سيد هو من انتصر، قاد هذه المسيرة بالثمانية كيلومترات، وكان سيد الموقف، سيد الانتصار، وحصل على الفوز والناموس والسيارة. تهانينا والناموس لصالح بن حنظل الفهيدي. لحظات وصوله والتوقيت الزمني 13 دقيقة 5 ثواني بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس لصالح بن حنظل الفهيدي. أما المركز الثاني، المركز الثاني مشاهدينا الأعزاء وصل الغزال وحقق الانتصار بثاني المراكز. تهانينا لمحمد بن سهيل اليمهوني الظاهري وثالث الأسماء. المركز الثالث وصل الغزال وانتصر بتوقيت، أو المركز الثاني مشاهدي الأعزاء توقيت الزمني 13 دقيقة 7 ثواني. تهانينا وناموس. المركز الثالث وصل شعار بن هواش وانتصر مع الغزال بتوقيت زمني 13 دقيقة 11 ثانية و6 أجزاء من الثانية. تهانينا لبن هواش على هذا الانتصار، تهانينا لكل الفائزين والناموس. إذن التواصل مستمر مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان. لازلنا نتواصل معكم مرة ثانية ومع انطلاقة جديدة، مع انطلاقة الشوط.